يقع كهف شانيدار في جبل برادوست الكائن في قضاء ميرغاسور أقصى الشمال الشرقي لمحافظة أربيل، ويبعد عنها 145 كيلومترا عن مدينة أربيل، وهو من أقدم المستوطنات البشرية التي عاش فيها الإنسان المعروف باسم النياندرتال قبل 100,000 عام. وهناك آراء تقول بأن الحياة انتشرت بدءا من شانيدار نحو العالم أجمع. نحن في المركز السياحي في ميرغاسور لدينا خطة محكمة للاهتمام بكهف شانيدار، وتبدأ هذه الخطة من النقطة التي انتهت منها جمعية الصداقة الكردية البريطانية بعدما أخذت على عاتقها ترميم وإعادة ترتيب المكان. خطتنا تتضمن تسليم المكان للاستثمار لغرض فتح عدد من الكافتريات والمطاعم، وفي خطتنا أيضا استحداث الشلال ماء من نهر الزاب الكبير. رؤية المنطقة عبر شاشات التلفزيون مختلفة بكثير من الرؤية الواقعية والحقيقية لهذا المكان. طبعا يجب أن تعمل حكومة إقليم كردستان وبكل جدية ونشاط لأن تحول هذه المنطقة لمعلم سياحي يجتذب السياح من داخل وخارج إقليم كردستان. نعم، منذ عام 2008 هناك عمل جاد ودؤوب من قبل حكومة إقليم كردستان للاهتمام بهذا المكان، وخصوصا بعد أن اكتشف فريق من الباحثين الأمريكان وقبلهم باحثين من ألمانيا هذا المكان الذي يعتبر الموطن الأول للإنسان، وبداية الإنسانية كانت في هذه المنطقة. أعتقد لو أن حكومة إقليم كردستان نفذت هذا المشروع السياحي المطلوب في هذه المنطقة سوف تكون لها عائدات اقتصادية كبيرة جدا، وسوف يتخلص إقليم كردستان من كثير من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها. أجرت فرق تنقيب أثرية خلال العوام 1951 و1960 عمليات بحث وتنقيب فيه على 4 مراحل، وقد عثرت على 10 هياكل عظمية نقلت إلى المتحف العراقي في بغداد والمتحف الأمريكي. إحداها كان معروضا في صالة ما قبل التاريخ، وكانت تعود إلى 45,000 عام قبل الميلاد. والآن فإن كهف شانيدار فيه عدد من الخدمات السياحية. تنبع أهمية هذا الكهف، نحن الآن في كهف شانيدار. كهف شانيدار يقع في على سهول ومروج السلسلة الجبلية التي تسمى شانيدار، والتي تقع في منطقة بارزان. منطقة بارزان تعلمون أنها يعني منطقة نضالية وتاريخية قديمة. يقع هذا الكهف في منطقة بارزان. تنبع أهمية هذا الكهف أنه وجد في هذا الكهف رفات وعظام وهياكل عظمية تعود إلى الإنسان الأول، إنسان نياندرتال. تم استكشاف هذا الكهف والهياكل العظمية الموجودة في هذا الكهف من قبل فريق استكشافي من علماء الآثار من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1959 بقيادة رالف سولوكي. هذا العالم الآثاري استطاع من خلال التنقيبات والحفريات التي جرت وأجراها هو وفريقه الفني الآثاري عام 1959 استطاعوا استكشاف عدد من الهياكل العظمية الكاملة في من خلال الحفريات التي جرت في داخل التي أجروها في داخل الكهف. تبين أن هذا الكهف يمثل الأرض البكر الموطئ أو موئل الإنسانية الأولى، ومن هنا بدأت الحياة. كهف شانيدار مكان تاريخي جميل وحلو، نتمنى من الجهات المختصة أن تهتم به، ويعني حتى يكون مكان لجذب السياحة ويعني يهتمون به لأنه مكان تاريخي. وتسعى المديرية العامة للسياحة في أربيل إلى إعادة ترميم منطقة كهف شانيدار لجعله بأبهى صورته للسياحة في كردستان، لجلب السواح إليه بصفته كهفا أثريا وتاريخيا بدأت منه الخليقة وانتشرت البشرية جمعاء من هذا الكهف. شكرا زميلنا على هذا.